جهود عديدة وملموسة بتقوم بها الدولة في إطار السعي للمحافظة على البيئة، ومن أبرز هذه الجهود المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. المبادرة بتتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، وبالتأكيد هيكون لها أثر كبير على البيئة وعوائد اجتماعية متمثلة في مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء. وفي هذا المضمون انطلق معرض الزهور في المتحف الزراعي اللي بيستمر لمدة شهر كامل، وهو فرصة لتجمع كل عشاق الزهور والنباتات والمتخصصين. خلونا نتكلم بالتفصيل عن هذا الأمر وفوائده المستقبلية مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ التغيرات المناخية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. قبل ما نبدأ فقرتنا هنروح دلوقتي لعرض معلوماتي سريع عن معرض الزهور المقام بالمتحف الزراعي. نعم، هنرجع تاني بنرحب من جديد بدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ التغيرات المناخية. دكتور، احنا لسه متفرجين مع حضرتك ومع السادة المشاهدين على هذا العرض، بنتحدث عن معرض الزهور المقام في المتحف الزراعي. معرض جميل جدا، واللي سبق وراح قبل كده شاف التنوع الكبير اللي موجود سواء في الزهور، في الشتلات، في النباتات، وحتى في بعض الأشجار، مش فقط للزينة، يعني في كل الأنواع تأكيد. موجودة. يعني هل احنا لو بنتكلم على النطاق الصغير كأسر، لو عايزين ان احنا نشتري بعض هذه الزرعة كده، عارف الأسرية اللي فيها الزرعة ونحطها في البلكونات، على عدد كبير ممكن تعمل فرق فيما يتعلق بالمناخ، ولا دي حاجة يعني قليلة قوي؟ لا طبعا، بالتأكيد ان المعرض ده من اهم الاحداث اللي بتتم كل سنة، وكان بدأ فيه قبل كده يعني من اكتر من 100 سنة، وبدأ في حديقة الأرمان ثم انتقل الى المتحف الزراعي. الأنواع اللي موجودة أنواع نادرة جدا وأنواع مهمة جدا، فيها أكثر من 2000 نوع، وده بيأكد على التنوع البديع للبيئة المصرية في النباتات وفي الزروع والحاجات دي كلها. وفعلا تفرق معنا كتير جدا لو احنا عملنا ده بشكل يعني فردي أو شخصي في البلكونة في البيت. يعني احنا عندنا نباتات كتيرة جدا، يعني اللي هي البوتس الصغير اللي احنا بنحطه في البيت ده نبات ظل، ونقدر ان احنا بيشيل ملوثات كتيره جدا الناس مش واخده بالها منها. يعني لو انا جبت زرعه منين، وبعدين يعني وزاره الزراعه تقريبا عامله ده يعني بامكانيات بسيطه، يعني ممكن ب5 جنيه ب10 جنيه اجيب زرعه وان انا اراعيها بالفعل، احطها في البلكونه، احطها في البيت. ده هيساهم بشكل كبير جدا في كمان انجاح المبادره بتاعه فخامه الرئيس. يعني احنا كمان حتى الأسطح إذا سمحت لنا، يعني في مبادرات عديدة كانت لزراعة الأسطح، وبالتالي نستغلها بشكل أجمل من الناحية الجمالية، من الناحية النفسية، وممكن تدر أيضا عائد إذا كان بنستعمل فيها بعض المحاصيل اللي ممكن بالزبط. أن هو يتم حصدها يعني وبيعها. بالنسبة برضو لزراعة الأسطح، النهاردة بنعمل اللي هي الزراعة بتاعة الخضروات اللي مثلا طماطم فلفل، ده سهل جدا ان احنا نعمله بشكل بسيط جدا، وبدل ما احنا بنحط دايما الحاجات الكراكيب على السطح وكده، فنغير بقى الثقافه ونعمل بقى حاجه جميله في اطار هذه المبادره. طيب، الرائعه. يعني لو اتكلمنا عن مبادره 100 مليون شجره، فالمبادره دي بتستهدف تقريبا، بتحدد 9900 موقع على مستوى الجمهوريه بمختلف المحافظات، بتصل مساحتها ل 6600 فدان على مستوى الجمهوريه. ليها اكتر من هدف طبعا، هدف علمي، هدف بيئي، فعايزين نعرف من حضرتك بشكل عام كده ايه الاهداف الاساسيه للمبادره. اولا خلينا اقول في البدايه انه هذه المبادره من المبادرات الرائعه والكثيره اللي اطلقها فخامه الرئيس في الفتره الماضيه، وبتاكد على بعدين مهمين جدا في اطار استراتيجيه مصر للتنمية المستدامة 2018. البعد الأول تحسين جودة الحياة للمصريين. يعني جميل جدا أن الدولة بتفكر أن احنا نحسن الحياة للمصريين، لأن هو الدولة بتعمل علشان الناس، فجميل جدا أن احنا نزود المساحات الخضراء، وبهذه المبادرة هتزيد مساحة الخضراء إلى الضعف. يعني احنا تقريبا كل واحد في مصر له 1.20 متر، احنا النهارده بهذه المبادره نصيبه من المساحه 2.5 متر، يعني مساحه كل واحد فينا متر. طبعا دي مساحه حاليا قليله، لما ان شاء الله نكمل المبادره للاخر هيبقى عندنا كل واحد نصيبه 2.5 متر،
فده يعني إنجاز كبير طبعا. جدا ونقلة كبيرة جدا إن احنا نستمتع بهذا الجمال وبهذا الخضار لفوائد عديدة جدا. دي أول نقطة. النقطة الثانية الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنوع الحيوي. ودايما يعني بيقولوا كده زي ما يعني في الأمثال، يعني إذا أردت أن تسمع صوت العصافير فلا تشتري أقفاصا بل ازرع أشجارا. يعني مش عاوزين نحبس العصافير لا، كل ما تزرع شجر كل ما يبقى الجمال أحسن بالزبط. كل ما يبقى العصافير واللي تسمع صوت الجميل بتاع زقزقة الطيور الصبح، وبالتالي ارتباطنا بالبيئة المحيطة بينا يزيد بالضبط. وبالتالي احنا كمصريين هنحب كده الجمال ونحب البيئة، وتنتقل ثقافتنا من ثقافة يعني ان احنا اهو بنحط شويه اي حاجات في البلكونه مثلا مش لطيفه، لكن احنا بقى لما نحط ده في البلكونه وطبعا مع المبادره مع الاشجار هتفرق معانا كتير جدا يعني. فدي اهميه المبادره، او يعني ان احنا هتحسن بكتير جدا من صحه الانسان وهتحسن حاجات كتير جدا. ويمكن اقول بعض المعلومات شويه عن الشجره اتفضل. لطيفه جدا يعني. الشجره الواحده تقدر تمتص طن من الكربون في السنه. فحضرتك لو انت بتعمل 100 مليون شجره يبقى انت حضرتك نظف الجو نقاء للجو هتحل طبعا. مشكله كبيره جدا وهتقلل ثاني اكسيد الكربون بنسبه اكتر من 20 ل 25% الناتجه من الصناعات يعني بشكل طبيعي. وبالمناسبه الفكره كمان انه كوب 27 لما اتكلم على تغير المناخ قال ان من الحاجات المهمه الرجوع الى الطبيعه، الحلول القائمة على الطبيعة. مفيش أحلى من كده، حل قائم على الطبيعة أن احنا نزرع الشجر. الشجر هيخلصنا من ربع الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ والاحتباس الحراري، وبالتالي ده ربع الانبعاثات ربع، وبالتالي ده رقم كبير جدا وهيحسن لنا حاجات كثيرة جدا. الشجرة تقدر أن هي تاخد 80 كيلو في السنة ملوثات، 80 كيلو الشجرة الواحدة. شوف بقى لما عندنا 100 مليون الشجرة الواحدة تقدر تاخد 20 كيلو جرام من الأتربة طول السنة، يبقى وفرت أتربة ممكن يعني تضايقنا طول الوقت، وفرنا تلوث، وبالتالي عملنا نقلة حضرية كتيرة. وبعدين يمكن جمال المبادرة كمان يعني تبين لنا قد ايه الدولة لها فلسفة. اشمعنا 100 مليون شجر؟ عشان احنا 100 مليون يعني، فبالتالي مرتبطة بعدد مرتبطة يعني احنا كأن يعني بخمط الرئيس بيقول ايه، انا ههديكم كل واحد شجرة. شوف بقى قد ايه هيبقى الجمال وهيبقى المسطحات الخضراء وهيبقى حاجات كتيرة جدا موجودة يعني. نعم طيب، دي معلومات حلوة جدا، واسمح لنا نعرف من حضرتك برضو دكتور يعني الاختيار الجغرافي أو التوزيع الجغرافي لهذا العدد الكبير من الأشجار، وهي متقسمة على مراحل مختلفة وبالتالي على 7 سنوات المفروض نصل إلى هذا العدد إن شاء الله. كيفية اختيار الأشجار المناسبة لكل موقع جغرافي ونوع الأشجار، وكمان زي ما حضرتك قلت إن هو الشجرة الواحدة ممكن تمتص يعني قرابة مليون طن من الكربون، عفوا طن من الكربون سنويا. وبالتالي هل في انواع معينه بنحرص على زراعتها ولا ممكن نروح برضو للاشجار المثمره؟ لا، احنا الدوله عامله شقين، شق اولا اشجار خشبيه ودي اللي هتبقى في الشوارع وفي الميادين، ثم الشق الاخر الاشجار المثمره، وده اتجاه حلو جدا. يعني انا بدل ما ازرع شجره ممكن ما استفيدش بيها، لا انا هستفيد بيها كمان من الثمار بتاعتها، وده هيتم في المدارس والجامعات والمؤسسات. فبالتالي ممكن هتلاقي حضرتك في المدرسه شجره رمان، شجره جوافه، شجره برتقال، شجره ليمون، يعني المناطق المقفوله عشان يتم يعني برضو نقدر ان احنا نحصد ناخد المحصول ونحافظ عليه ويتم الاستفاده تمام. اما في الميادين العامه والشوارع هتبقى الاشجار الخشبيه، ومتقسمه بقى حسب المناطق. ما قلناش هنزرع بشكل ايه عشوائي كده، نزرع شجره وخلاص، لا يعني مثلا مواقع معينه بعض المواقع متقسمه الى 9900 موقع زي ما حضرتك تفضلتي. كل موقع هيبقى له مواصفات خاصه، يعني المواقع اللي فيها هواء واتربه مثلا هنحط فيها الكافور. الكافور بيصد كويس جدا لان شجره طويله فبتعمل صد طبيعي للاتربه والرمال. مثلا الفيقس هنحطه في المناطق اللي فيها عربيات كتيره لان الفيقس بيمتص عوادم السيارات، وهكذا هيبقى في تقسيمه لهذه الأشجار بحيث أن كل موقع له مواصفات معينة هيبقى له شجر بنوع معين وشجر مختلف. وبالتالي ده جمال المبادرة بقى، أن احنا مش بنزرع شجر وخلاص، لا ده احنا بنزرع شجر وفق فلسفة هتحسن لنا أجواء القاهرة بشكل كبير جدا. لأن كمان هذه المبادرة وهذه الأشجار هتصفي الهواء، ده مصفى طبيعية من الملوثات، الزئبق والكادميوم والأتربة وكل الكلام اللي احنا قلناه هيتزرع بشكل طبيعي، هيبقى يعني حاجة جميلة جدا وفق فلسفة وخطة يعني طموحة تتم خلال احنا خلصنا المرحلة الأولى في بعض المحافظات الأليوبية والغربية والمياني والأسيوط والوادي الجديد، وإن شاء الله بدأنا
من بداية هذا الشهر المرحلة الثانية اللي فيها هتكون القاهرة. يعني طيب دكتور، عايز أتكلم حضرتك عن فكرة التغير من المناخ والاحتباس الحراري. إزاي زيادة المساحات الخضراء هتواجه الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المختلفة؟ لأنه حضرتك إحنا إيه مشكلة الاحتباس الحراري؟ هو زيادة ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون الطبيعي 280 جزء في المليون، ده الطبيعي اللي خلقه ربنا. القيمة دي زادت إلى الضعف، بقينا مثلا 460 جزء في المليون. ده معناه ان هيبقى في زياده درجات الحراره نتيجه هذا الاحتباس الحراري اللي عامله ثاني اكسيد الكربون. وبالتالي لما انا ازرع اشجار ده هيعمل لي ايه في المناخ؟ هيرجع لي درجه الحراره قليله نتيجه خفض ثاني اكسيد الكربون والملوثات الاخرى. نعم. وبالتالي هو هناك ارتباط شديد جدا. عشان كده احنا قلنا في البدايه ان ده مرتبط بخطه استراتيجيه تغير المناخ 2050، لان احد اهدافها المهمه جدا انك تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. فده حل جميل جدا وحل طبيعي، فهيحسن لنا جي كبير جدا من تغير المناخ. احنا شايفين السنه دي يعني تقلبات صعبه جدا في الجو، يعني امطار ومش في ميعادها او مش في وقتها، حتى يمكن امبارح او كده يعني. فده معناه ان في تغير، وهذا التغير اللي هيحصل لنا منه هذه المبادره بشكل كبير جدا. طيب قبل ما نكمل حديثنا، اسمح لنا ان احنا نشوف مع حضرتك هذا العرض المعلوماتي عن هذه المبادره العظيمه، مبادره 100 مليون شجره، نعرف المزيد من المعلومات ونرجع نتكلم عليها بالتفصيل مع حضرتك. ثانية مع دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ التغيرات المناخية، أهلا بحضرتك مرة ثانية. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك المبادرة دي مين بيشارك فيها وشكلها عامل إزاي، أنشطتها عاملة إزاي؟ المبادرة بيشارك فيها عدد من الجهات، وزارة البيئة، وزارة الإسكان، المحليات، وزارة التنمية المحلية، بيشاركوا بكل وزارة بنصيب. لكن خليني اتكلم، احنا مش بس الوزاره، احنا عايزين نخلي الناس هم اللي يشاركوا معانا. في مدارس شاركت اعتقد في عدد من المحافظات. في بعض المدارس زرع فيها بالفعل، وبعض الجامعات زرع بها بالفعل اللي هي الاشجار المثمره. وده يعني خلينا نتكلم على نقطه مهمه جدا، وهي كيف نحافظ على استمراريه المشروع. ودي نقطه مهمه قوي بالزبط. يعني انا زرعت الشجره، طب بعدين يعني مين اللي هيراعيها، مين اللي هيحافظ عليها، مين اللي هيحميها، مين هيكبرها، مين هيسمدها؟ فدي نقطه مهمه جدا وتحدي بيواجهنا. الدوله عملت اللي عليها وزرعت الاشجار، لكن احنا بقى دورنا دور الافراد، الافراد ودور الناس ان هي تحافظ على ده. وعشان كده انا يمكن في المدارس الوعي بقترح يا دكتور. الوعي مهم جدا. بقترح كمان في المدارس ان يتعمل، يا ريت يتعمل اقتراح كده، نخلي في جماعه اسمها جماعه اصدقاء ال100 مليون شجر، ويبقى حاجه جميله زي ما بنعمل اصدقاء الصحافه واصدقاء الاذاعه، كنا بنعمل كده في المدارس زمان. فنعمل جمعيه او يعني لجنه كده من الطالبات والطلبه، يبقى اللجنه دي وظيفتها المحافظه على هذا الشجر. فكره جميله جدا يا دكتور. نروج للفكره برده، نروج على مواقع التواصل الاجتماعي برده، مهم جدا ان احنا نروج للفكره دي على مواقع التواصل. بالظبط، يعني يا ريت على التواصل وعند والاعلام يبتدي يقول اولا نعرف الطالب ايش الشجره دي، ايه اسمها، ايه وبنراها ازاي طول السنه، بتتقلم امتى، بنحطها سماد امتى، وبتتروي امتى، لان ده هيفرق معانا كتير جدا في نمو الشجره. انا لو قعدت اسقي الشجره، الناس متخيله كل يوم كل يوم ممكن تموت الجذور بتاعها تموت يعني. عاوزه نظام معين. فلو عملنا مثلا جامعات في المدارس وفي الجامعات تحت اسم هذه المبادره، جامعات مبادره ال100 مليون شجر، اعتقد ده هيحل لنا يحافظ على الشجر ويحافظ عليه لفتره طويله جدا لغايه لما يكبر وندنينا مراعينه. الثقافه كمان مهم جدا، ان في الشارع برضو انا النهارده اتزرع عند بيتي، ليه ما اقولش للناس خلي بالك من الشجره دي وترعاها ازاي واسمها ايه؟ يبقى نفس الفكره برضو تنتقل الى الشارع، بحيث ان يبقى كل الناس يعني هي عندها الـ 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 القلب ان هي تحافظ على هذا الشجر بالزبط. الجميل اللي هو ابتدته الدوله. بالتالي فكره الرعايه هو ده التحدي الاكبر لاستمرار هذه المبادره بالشكل الرائع اللي احنا بنيناه في مصر.
أشكرك، شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان. ألف شكر لحضرتك. شكرا. دكتور نورتنا أستاذ طبعا التغيرات المناخية.